بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب، تأهيلي دكتوراه المحاسبة في العام الجامعي 2019-2020. المادة بتاعتنا مشاكل معاصرة في المحاسبة الإدارية والتكاليف. احنا في الترم الأولاني أو في الفصل الدراسي الأول تناولنا عديد من الموضوعات، أو تناولنا سيلبس كامل وتناقشنا في هذا الموضوعات البحثية على مدار فترة طويلة، وهي تمثل الفصل الدراسي الأول. اليوم إن شاء الله الموافق 4/1/2020 سوف نقوم بإعطاء محاضرة، وهي ممثلة في مراجعة شاملة على ما درس في الترم الأول أو الفصل الدراسي الأول وحتى فترة قصيرة من الترم الثاني 2020. تناولنا في هذه الفترة نقاط عديدة، سوف نتناول هذه النقاط، وبعد ما نتناول هذه النقاط سوف نتعرض لبعض القضايا البحثية في مادة المشاكل المعاصرة في المحاسبة الإدارية والتكاليف. النقطة اللي احنا قلناها أو اتكلمنا فيها وهو المفهوم الحديث لعلم المحاسبة الإدارية كنظام معلومات محاسبي فرعي، اللي احنا قلنا عليه عبارة عن Subsystem Account، نظام محاسبي فرعي. واعتبرنا ان علم المحاسبة الإدارية كنظام معلومات محاسبي فرعي يرتكز على مدخلات البيانات الاكونت داتا، بعمل لها بروسيس، بوصل لحاجه اسمها الاكونت انفورميشن اللي هي المعلومات المحاسبيه. ثم تناولنا توضيح عناصر نظام المحاسبه الاداريه كنظام معلومات محاسبي فرعي، أنه يتكون من عنصر المدخلات ومرحلة المعالجة وعنصر مخرجات النظام، ولو النظام ما حققش هدفه الأوبجكت بتاعه يبقى في الحالة دي هعمل حاجة اسمها الفيدباك، نظام التجزية العكسية. ثم تناولنا أيضا مداخل علم المحاسبة الإدارية، المدخل القديم وأيضا المدخل الحديث. ثم انتقلنا إلى نقطة بحثية جديدة وهي مناهج البحث العلمي في المحاسبة الإدارية. ثم تناولنا أيضا إيه الفرق بين الأكاونت داتا والأكاونت انفورميشن. ثم تناولنا أيضا الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، سواء كانت خصائص أولية أو أساسية أو خصائص نوعية أو فرعية أو ثانوية. ثم انتقلنا إلى درجة التكامل بين النظم المحاسبية الثلاثة اللي هي Integration Degree between 3 Subsystem، اللي هي درجة التكامل بين النظم المحاسبية الثلاثة، سواء كان نظام FAS أو نظام CAS أو نظام MAS، اللي هي هناك درجة تكامل Integration Degree بين النظم الثلاثة، النظام المحاسبي المالي والنظام المحاسبي التكاليفي والنظام المحاسبي الإداري. وصلنا إن كل نظام من هذه الأنظمة الثلاثة له ثمرة، وهذه الثمرة تتمثل في أن النظام المحاسب المالي
بيديني حاجة اسمها التوتال كوست والتوتال برودكشن. من خلال ايه هجيب الافريج يونت كوست اللي هي متوسط تكلفة الوحدة اللي هو بينبني عليها نظام محاسبة التكاليف. انني بقسم التوتال كوست على اليونتس بيديني الافريج يونت كوست اللي هي وحدة التكلفة او اليونت كوست. ثم انتقلنا عن طريق نظام محاسبة التكاليف اقدر احدد نسبة هامش الربح، ومن خلال نسبة هامش الربح مضروبة في التكلفة بقدر اجيب حاجة اسمها النت بروفيت اللي هو بيقول صافي الدخل او صافي الربح. لو ضفت تكلفة الوحدة زائد هامش الربح يديني سعر البيع المتوقع. اذا احنا وصلنا ايضا لحاجة اسمها ان تكلفة الوحدة زائد هامش الربح يديني التارجت سيلينج برايس اللي هو سعر البيع المستهدف. ثم انتقلنا بعد ذلك الى دراسه سلوك التكاليف الكوست فيريبل. وقلنا سلوك التكاليف اما عندي تسلك السلوك الثابت واما السلوك المتغير واما السلوك المختلط واما بيبقى شبه المتغير او شبه الثابت. ومن هنا قسمنا التكاليف الى تكاليف فيكس كوست، تكاليف ثابته، تكاليف متغيره، الميكس كوست، السيم فيكس كوست، سيم فاريبل كوست. يبقى وصلنا لحاجه اسمها التغير في سلوك التكلفه. اذا لما نيجي نقول ماذا يقصد بسلوك التكلفه، هو مقدار او طريقه او الوسيله التي يتبعها عنصر التكلفه كلما تغير عاملين اثنين، كلما تغير عامل الزمن وكلما تغير حجم الانتاج. ومن هنا وصلنا ان عملية تمويل سلوك التكاليف هيحمي متخذ القرار في اتخاذ القرارات الرشيدة بالنسبة للمنظمة أو بالنسبة للوحدة الاقتصادية. ثم انتقلنا إلى مفهوم التكاليف الملائمة والتكاليف الغير الملائمة أو التكاليف المناسبة والتكاليف الغير المناسبة لمتخذ القرار. ثم تناولنا الديسيشن تري. ثم تناولنا القرار الإداري اللي هو بنقول عليه مانجمنت ديسيشن، قرار اداري. ماذا يقصد بالقرار الاداري؟ وما هو الاسلوب العلمي لاتخاذ القرار الاداري؟ قلنا ان عشان يبقى في قرار لابد ان احنا نبدا بعمليه الديسيشن ميكنج، نعمل عمليه صناعه القرار، ثم نحول عملية صناعة القرار لعملية اتخاذ القرار الديسيشن تيكينج. إذا دور العملية الإدارية تتمثل في عنصرين أو تتمثل في محورين للقرار الإداري اللي هو عملية صنع القرار الإداري ثم عملية اتخاذ القرار الإداري. ثم تناولنا ماذا يقصد بالتكلفة المناسبة، وان التكلفه المناسبه هي كميه الموارد المضاحه بها او المستبعده من قبل المنشاه او الشركه او الوحده المحاسبيه والتي يمكن قياسها نقدا مقابل الحصول على سلعه او خدمه، والتي تتغير من بديل لبديل اخر وتتعلق بالفتره المستقبليه. اذا التكلفه المناسبه ترتكز على محورين أساسيين، هما النظرة المستقبلية بتعتمد على الفيوتشر وعملية التميز، يعني إن التكلفة تتغير من بديل لبديل آخر. تناولنا أيضا كيفية المفاضلة بين البدائل المختلفة في الشركات الصناعية، وضربنا أمثلة ل عملية التصنيع الداخلي اللي هي الليك أو عملية الشراء الخارجي اللي هي
ريتنج اند باي، عملية المفاضلة بين عملية الشراء الخارجي من المورد أو التصنيع الداخلي. إذا لقينا دور، خدنا أيضا دور المحاسبة الإدارية في ترشيد قرارات المفاضلة بين البدائل المختلفة، وخدنا دور المحاسبة الإدارية أيضا في ترشيد قرار البرايسنج، قرار التسعير برايسنج ديسيشن، وخاصة في انترنال ترانسبورتيشن او ترانس انترنال ترانس برايسنج اللي هي في تسعير التحويلات الداخليه او الفاينل برودكت. ايضا نقطه مهمه قوي تناولناها خلال الفصل الدراسي الاول وبدايه الفصل الدراسي الثاني، مراجعه لكافه الابحاث العلميه المنشوره في الكورس أو في الأبحاث المقدمة من أستاذ المادة، وهي أبحاث منشورة في المجلات العلمية في مختلف كليات التجارة بالجامعات المصرية، وعددها حوالي 7 أبحاث أو 8 أبحاث في محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية. أيضا تناولنا كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه في المحاسبة، وخاصة في مادة المشاكل المعاصرة في المحاسبة الإدارية والتكاليف التي عقدنا لها سيمينارات علمية خلال الترم الأول وجزء من الترم الثاني 2020، تتعلق بالكوست مانجمنت تولز اللي هي أدوات إدارة التكلفة. تناولنا أيضا من ضمن أدوات إدارة التكاليف أو أدوات إدارة التكلفة، تناولنا بعض الأساليب للتكنيك المتعلقة ببيئة الأعمال أو بيئة الإنتاج الحديثة أو المعاصرة. تناولنا أبحاث علمية في الأكتيفيتي بيست كوستنج، أسلوب تحديد نظام تحديد التكلفة على أساس النشاط، أسلوب إدارة الجودة الشاملة التوتال كواليتي مانجمنت، اسلوب التكلفه المستهدفه اللي هي التارجت كوست. ايضا تناولنا في ابحاث علميه ومقالات ورسائل في اسلوب تقنيه ضبط الوقت الجاست ان تايم، الجاست ان تايم اسلوب تقنيه ضبط الوقت. تناولنا ايضا من ضمن الاساليب اسلوب استراتيجي كوست اناليسيز، اسلوب التحليل الاستراتيجي للتكلفه. ايضا تناولنا التي دي اي بي سي اللي هو بنقول التايم دريفن اكتيفيتي بيزد كوستنج، اسلوب تحديد التكلفه على اساس النشاط الموجه بالوقت. ودرسنا بعض الرسائل التي منحت في كليه التجاره جامعه كفر الشيخ لاحدى الباحثات اللي كانت مطبقه رساله الماستر بتاعتها على الفنادق وعلى القطاع السياحي. ايضا تناولنا بعض الرسائل العلميه على المفاهيم البيئيه المعاصره او المفاهيم البيئيه الحديثه، ومنها ما يتعلق بمفهوم الفاليو اناليسيز، سواء كان الفاليو شين او الفاليو انجينيرنج اللي هي تناولنا مفهوم سلسله القيمه، وتناولنا ايضا مفهوم هندسه القيمه. تناولنا بعض الرسائل العلميه اللي هي بتربط التارجت كوست مع البرودكت لايف سايكل، رساله بعض الرسائل العلميه التي نوقشت في كليه التجاره جامعه كفر الشيخ لاحدى الباحثات، كانت عامله او بتوضح درجه التكامل انتجريشن ديجري بين التارجت كوست وبين البرودكت لايف سايكل لدعم الميزه التنافسيه. واحنا قلنا عشان اعمل عندي دعم ميزة تنافسية لابد أركز على إن المنتج يكون أقل تكلفة، يبقى أقل تكلفة لوحدة المنتج النهائي. بعد كده لابد أن يكون هذا المنتج يتمتع بالكواليتي أعلى جودة، كما أيضا يجب أن يكون هذا المنتج يحقق رغبة وإرضاء العميل أو المستهلك عشان يبقى المنتج بتاعي له ميزه
تنافسية وتبقى الشركة ليها ميزة تنافسية في هذا المنتج. لابد من تحقيق أقل تكلفة مع أعلى جودة، مع تحقيق رغبة وإشباع رغبة العميل في هذه السلعة أو في هذا المنتج. أيضا تناولنا أبحاث علمية في الكونتينيوس امبروفمنت في مفهوم التحسين المستمر، وهو أحد المفاهيم الأساسية في الكوست مانجمنت تولز، وتناولنا فيه بعض القضايا الجدالية. أيضا تناولنا رسالة ماجستير في المحاسبة على استخدام التي دي اي بي سي على تحسين الخدمة الفندقية في إحدى الفنادق بمدينة شرم الشيخ كما ذكرت من قبل. كما تناولنا درجة التكامل بين نظام الاي بي سي الثنائي اللي هو نظام تحديد التكلفة على أساس المواصفات، ونظام تكلفة تدفق القيمة في دعم القدرة التنافسية في الشركات الصناعية أيضا لإحدى الباحثات. وتناول هذا الموضوع أكثر من مرتين، كل مرة كنا نمكث حوالي 3 ساعات في إلقاء ملخص وسمري في هذه المواضيع. أيضا تناولنا بعض المواضيع الأخرى اللي هي درجة التكامل بين نظام محاسبة استهلاك الموارد اللي هي RCA ونظام البالانس سكور كارد في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء في الشركات الصناعية. أيضا فيجب على أبناء الطلبة والطالبات مراجعة هذا الكورس مراجعة شاملة، مراجعة دقيقة، والاطلاع على كافة المقالات والدوريات العلمية والأجنبية المتعلقة بهذا السيلبس، والاطلاع ومزيد من الدراسة في هذه النقاط أيضا. وكنا عرضنا آخر موضوع وهو علاقة التارجت كوست التكلفة المستهدفة بنظام تحديد التكلفة على أساس المواصفات لإحدى الطالبات من دولة ليبيا الشقيقة، وكان هذا الموضوع بيوضح في درجة التكامل بين أسلوب التكلفة المستهدفة ونظام تحديد التكلفة على أساس المواصفات. فرجاء مزيد من الاطلاع خلال هذه الفترة، وما اعتبرش هذه الفترة أجازة وابقى ريلاكس، ولكن بالعكس يجب انني مزيد من الاطلاع، مزيد من عملية البحث العلمي في الدوريات والمراجع والمقالات الدورية في مادة المشاكل المعاصرة في المحاسبة الإدارية والتكاليف. وهذا الكورس بإذن الله سوف نتناول فيما يلي بعض المحاضرات وبعض توضيح النقاط العلمية في محاضرات مقبلة إن شاء الله وبإذن الله. وأتمنى لكم كل توفيق وكل رقي علمي وعملي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.